القصه ابتدت اساسا ان الكابتن حماده امام جه في دوره رمضانيه وشافني. كابتن حماده امام الله يرحمه. الله يرحمه. ووداني نادي الزمالك. رغم ان انا اساسا انا اهلاوي يعني، مش يعني والدي كان اهلاوي جدا وانا كنت اهلاوي، وطبعا العيله كان فيها كده وفيها كده يعني، عمامي وخلاني كان بعضهم زملكاويه وبعضهم اهلاويه، لكن والدي كان اهلاوي، لكن الكابتن حماده امام وداني نادي الزمالك، وفعلا كنت قبلت يعني. كان ده وانا عندي 12 سنه. معلش خلينا في النقطه دي يا كابتن اسامه. هو كابتن حماده شاف حضرتك في دوره، في دوره رمضانيه، دوره رمضانيه في الشارع. لانه هو من ابناء الحي اصلا، هو من ابناء الحي، فكانوا داعي. هو طبعا كان انتقل لحي تاني، بس هم كانوا بيدعوا يعني النجوم. ايوه النجوم اللي يتفرجوا يعزمهم في الدورات، فهو بيختار برضو لعيبه بقى. شاف يعني نادي الزمالك. طبيعه الحال هو طبعا الكابتن حماده، وكنت انا واكتر من واحد من الفريق اللي انا بلعب فيه اللي هو في الشارع يعني. وفعلا رحنا وانا قبلت فعلا في نادي الزمالك. بس سبحان الله ما اعرفش يعني، هي بقى يمكن عشان ارتباطي انا من صغري مع والدي بالنادي الاهلي، قلت لا مش بلاش، انا عايز العب في النادي الاهلي وكده. وكانت والله يعني حضرتك قبلت فعلا في نادي الزمالك. مظبوط. ده كان كام سنه يا كابتن حضرتك؟ كنت في سن 12 13 سنه. يعني لسه كده. يعني في بداياتي خالص يعني، كنت تقريبا سته ابتدائي اولى اعدادي يعني، في الفتره دي. رحت الزمالك واختبرته، قال لي خلاص انت موجود معانا الفتره اللي جايه. مظبوط. بس رجعت تاني قلت لا، ومش لا، طب ما انا اروح النادي الاهلي واشوف وكده. بما انك اهلاوي يعني. بما اني اهلاوي. و بعد كده جيت النادي الاهلي اختبارات، وما وفقتش في الاختبارات او ما اختارونيش يعني. ما اختاروش حضرتك. فكانت صدمه بالنسبه لي يعني، انا اسيب نادي الزمالك عشان اروح الاهلي والاهلي ما يختارونيش. ايوه فكانت صدمه يعني. يعني خاصه ان انا حاسس ان كل اللي حواليا شايفين ان انا ممكن العب او ابقى في نادي او كده. كنت معروف على مستوى الحي وعلى مستوى الاحياء اللي حوالينا في الكره الشراب، كنت معروف يعني. فجت لي زي صدمه كده شويه. فقعدت بقى سنتين ثلاثه عازف عن ان انا اروح انديه وكده. فضلت العب بقى في الشارع وكده والمدرسه الفتره دي ما فكرتش ترجع نادي الزمالك تاني؟ لا خلاص. ما كده والامور بقى مشيت لغايه لما جيت سنة 78 تقريبا، كان عندي 15 16 سنة كده. وكان نادي المقاولين العرب ابتدى يظهر في الدوري العام المصري وافريقيا، وكان عنده نجوم وابتدى اسمه يسمع في الدوري المصري وفي افريقيا. طبعا كان في نجوم كبار اللي هم حمدي نوح، ناصر محمد علي الله يرحمه، الشيشيني ورضوان، وناس كتير انا مش عايز انسى حد. ورحت الاختبارات، واحد صاحبي قال لي ليه ما نروحش، طب ما نيجي نروح المقاولين ونشوف. وفعلا رحت، وكان كابتن سعيد عبد العظيم اللي هو مساعد الكابتن مختار او مدرب الاحمال مع كابتن مختار دلوقتي. كان هم مدرب الفريق 16 سنه في نادي المقاولين العرب، واختارني وقبلت فيه ومشيت ولعبت في المقاولين العرب لمده 3 سنين. كانت كام سنه يا كابتن؟ بقول لك 15 16 كده يعني. 15 16 سنه، قعدت 3 سنين في النادي المقاولين. 16 تقريبا. 16 سنه كنت تلعب بشكل اساسي مع فرق النادي.